والله اللوحة هذه غالية، أخذها 50 ريال. جميلة والله من جميل. أخذها 50 محرج. نرجع للزيادة في أسعار اللي هو في الحراج أو في البيع اللي هو النجش اللي يزود وله بشاري. أيوه هذا صحيح. هذه من الفوائد. أضف إلى ذلك لأنها لا تبخس الناس الآخرين أو تجار أو بضائع الآخرين، لا تبخس. إذا هي تسوى قل تسوى كذا، مثل لو جاء عندك مثل ما ذكر في الحصان اللي كان قال يبيعه ب 200 قال إلا أن السعر 400، هذه 400. فلا تبخس الناس أشياءهم ولا تبخس الناس أثمان بضائعهم. يا شباب المجلس، يا شباب المجلس. أضف إلى ذلك لأنها أبو حمود أبو صالح ما هو بالهدف إن الهدف عند أبو محمد قاعد يعلق على الحراج. الهدف من الاقتناء إنها فعل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أنا تقدر تشتريها وهذه تقدر تعرضها بكرة وتجيب لك يمكن ثمن عند آخر عند آخر. الثانية إلى أن اللوحات هذه فيها ميزة، يعني بعض الناس ما يقدر يعلقها، يعني بعض الناس يقول والله فيها صور أوادم ولا صور حيوانات. إحنا أنا أقول إن هذه الصورة إن ما فيها إلا تفاحة أو فيها وردة. أبو محمد يعني ما فيها تكلف ولا فيها يعني النية تخصصك. إيه جميلة والله. أنا ما كان ودي أقاطع يا ولد يا أسامة، فأنا مدرس رسم ومدرس وخطاط ورسام، و من ضمن الفعل اللي هو سويه إيه هذا مو ترى بالسهولة لأنك تصور لأنه يرسمها على مثل يرسم بالقلم أو يرسم باللون، لا هذه إذا ضغط احتمال ترجع يرجع مرة ثانية، يبغى يرجعها يبغى له وقت عشان يرجع اللوحة مثل ما كانت. فهذه وبعدين كان هو تعلم على أصعب منها، تعلم على اللي هو الطرق على المعادن، سمى طرق على المعادن اللي هو الرسم بالإزميل وبالمطرقة، ثم اللي هو التصوير أن حنا نرسم شيء عادي من اليمين لليمين، هذا لا يرسمها معكوسة عشان تطلع صح. سبحان الله. أضف إلى ذلك لأنه يقول على القصدير، القصدير مقاسات اللي هو أحجام حسب كم ملي، ربع ملي، ثمن ملي حتى يجي الخفيف، ومنها ألوان يعني فيه الأحمر فيه الأزرق وفيه الفضي وفيه مرحلة ثانية هو يمكن ينتقل لها بعد ما يطور نفسه يصير يركب معدن على معدن، فيكون عنده معدن النحاسي ومعدن الذهبي والمعدن الأبيض، يصير خلفيتين أو لوحتين في لوحة واحدة. وهذه من في المستقبل نشوفها مع أسامة. هذا أبو فزاع.